بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام ورحمة الله وبركاته متابعي قناة ناصر تيفي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. احنا بعد ما نكملوا بكامل الطيور نديروا فيديو دائما، نسموه يا كواليس الحراش يا كواليس بودواو، أي سوق نكونوا فيه نسموه الكواليس. والآن أنا متواجدين بسوق بودواو، إذا كواليس سوق بودواو. هنا يعني جابنا مجموعة من الطيور الله يبارك، دوك نشوفوا واش عندنا. بون هادو في الأوردينار يا أخي، هادو هما سيدي بورتير 2023 فروخ الله يبارك، سيدي بورتير ساتيني ما شاء الله. عندنا في الموزايك وعندنا موزايك جون هديه في الزيولوج الله يبارك. نبداو بالبورتير، شحال البورتير؟ البورتير 180 180,000 لي بورتير فروخه. والموزايك موزايك زيولوج هذوك 400 400,000 والاخرين 300 والاخرين 300,000 ماشي زيولوج الله يبارك. صح. عندنا كذلك هذوما في زان سيباراب، هذا الاخر على 450 هاد سامونا فيهم 450. وجاب لنا الكالوبسيد بكثره، جوز من اخويا روح البيع وشوف، جاب لنا الكالوبسيد بكثره الله يبارك. كما قال لكم راهو واجد. شحال هذا الكالوبسيد خونا؟ 400,000 4,000 دينار ديال الكالوبسيد الله يبارك. وجاب لنا كذلك كفله هادوما ليمار هادوما في الموزايك باقي 2021. وخونا هذا كذلك يخدم طيور الله يبارك، اشاك فوا يجيب لنا طيور. دوك نشوفوا خويا لاحبي خلينا رقم الهاتف تاعو هكذايا تقدروا تتواصلوا معاه. حبيبي نخلوا رقم الهاتف معليش. انا عم النيميرو انا عم قول لي خويا 05 ماشي مش نعاود لكم الرقم 0554 47 لا سامحني. بون خاوتي سمحوا لي نعاودكم رقم الهاتف، شي دوماج رمضان هذه هي العيا كلشي ما مالها دي فوا يصرالي هكذا. المهم رقم الهاتف 0554 74 99 55، تقدروا تكارديو الرقم تاعو وتواصلوا مع خويا مون فير. بارك الله فيك سي جونتي. صحيت جوزو عند خويا قبل ما يروح الله يبارك. واش راك مون فير صافا شويه لاباس؟ جاب لنا كذلك مجموعه من الطيور، جاب لنا هنايا في اللوتينو الزيولوج بيان سير، كيقولوا لوتينو معناها الزيولوج. جاب لنا في البلون ريسيسيف، جاب لنا في الساتيني بلون الله يبارك، وعندنا في اللوتينو كذلك. اللوتينو شحال دار خونا؟ اللوتينو شحال دار؟ الكوبله يا اخي الواحد دار، اذا قال لكم على حساب الصوت 800 مليون الواحد. والساتيني شحال دارت؟ 1200 الله يبارك. هذه هي اذا خاوتي نخلي لكم رقم الهاتف، قال لكم يسالي ديهم جمله ولا ماشي مشكل، نريق لكم في البري تاعو ماشي كامل بروبلام. وشوفوا هذا الفريق الله يبارك، كما قال لكم كذلك كاين الفروخه الله يبارك. خويا قول لي الرقم 07 99 87 56 26. شوفوا المال هذايا اللوتينو راهو واجد حبه الله يبارك ما شاء الله. وخويا جاب لنا يبيع في شلاضه، شوفوا يبيع في شلاضه الله يبارك. جاب لنا بالمناسبه مقلين، شوفوا وهذا المال يعني راه واجد حبه اللي يديه هدايا راح يكوفلي به في البريمي جور. الا عندك كيما لا واجده البريمي جور راح تكوفلي. هذه هي صحة العزيز. شوف اش باكاش اليوم والو. صحة خويا العزيز. ندوزو عند خاوتنا لهنايا كذلك، جابوا لنا مقلين، شوفوا هدايا في جون اوتونسيف شباب الله يبارك، حاجة شابة هدايا. جاب لنا كذلك المقلين، وهذه هما الساتيني ولكن ناقصين ميلالين. نجوزو عند خاوتنا لهنايا كذلك، هذوما يتلقاوهم هنا كل جمعة ويجيبوا لنا جميع أنواع الزرارة الله يبارك، سيتو المقلين. خاوتي بالمناسبة زريعة تشوك يعني غري يحبها المقرين الله يبارك. وعندنا كذلك هدية، هدي خونا الحريق يا أخي هذه شيا وراي تاع غادي نرخوش تاع زريات الحريق قال لي ما عندنا ما كاش. هذه هي شيا ناريه كاين انواع ما شاء الله. زيدوا كملوا شوفوا واش كاين هنايا في السوق بودوا خويا. اذا عند مع خوتي راه محاكمين ضريله باسكو راه واحد السخانه
يعني هذه هي بون واش بها جناحه هذه ديبليميه برك هذا ديبليميه برك هذا هذا ديبليميه تاع الله اه شحال دارت هذه عطاونا 550 عطاونا 5500 دينار شحال عندها؟ ثلاث سنين الله يبارك خدمه ماشي خدمه خدمه الله يبارك اول مال وهذا المال ديالها راكم تشوفوا الله يبارك على بالكم بلي المقرير يعني عشاق راك يعشق فيما لا ما يحبش يبدل لهذايا وهذا شوف هذا وهذا شحال دار المال هذايا؟ طولنا فيه 700000 700000 والشون تاعو كيفاش؟ اوردينار اوردينار هذا 700000 والشون تاعو اوردينار وكذلك عندنا هذا المقرير الله يبارك هذا طولنا فيه 15 عنده اربع سنوات الله يبارك هنايا مع خاوتنا هنايا بودوا الله يبارك الله فيك هذيك ساحه مبروك زيد الجوز عند خويا لهنايا ماشي نبيع انا وكالعاده نجوز عند خويا لهنايا دائما نقول لكم المحل هذا راح ندخلوا الان يخدم طيله ايام الاسبوع تقدروا تجوا له يعني بالسبت لحد اثنين ثلاثه ولا بالجمعه بيان سير يحل ويجيب بون سبيساليتي يخدم للفاش تاع الطيور الزينه كيما البيريش ولا لي زانسيبارابل اونتر طون يخدم كامل انواع الطيور والمأكولات حتى لي كاش يعني كاين كلش شوف الله يبارك عنده كل حاجه لي كاش كاينين كذلك بالنسبه للعشاش كل شيء هاي الداخل براقه وليدي هنايا عندنا لي كاش حتى يعني سباتي الخاصين بالكلاب عنده جارين لهنايا الله يبارك ندخلكم لداخل تشوفوا حاجه خفيفه وشاك اخي لاباس عليك اليوم السلعه راهي ناقصه شويه ولكن يجيب هنايا شويه تباعد كما قال لكم على كل حال تباعد شوفوا الله يبارك ما شاء الله والفروخه كاين خرجوا واحد للديرو هكذا الله يبارك شوفوا هادو ما فيه راح اه والفروخه وراهم باعوا تباعوا الله يبارك هادو ما في لاراس قالكم باعوا الفروخه بقاو لنا هادو ما باقي 2020 الله يبارك شوفوا ديرونجيناهم كانوا لداخل شحال داروا هادو ما؟ هادو 8 ونص الله يبارك 8500 دينار في الالفينو قالكم يعني في الزيروج بالنسبه للادويه كذلك عنده لي باك كاين العشوش اي حاجه حقيتوها في الطيور موجوده عند حبيبي وجاري ماهوش كاع بلا من هيك غلبوا رمضان يا خويا يحب ياكل شوفوا كش راه دبدب مسكين دبدب راس غلبوا رمضان مال في نشيط هكذايا يصوت يمشي ولكن اليوم رمضان ما راهوش قادر بيان سير كاين بزاف ناس اللي يعني ربما رمضان ما راهش يقدروا له ربما كيما هذا ماشي قال يتكيف ولا قهوه صغير ولكن يغلبوا رمضان طالع لا لا يحب ياكل يا خويا عطيه ياكل ما شاء الله بالمناسبه قلت لكم المحل هذا يحل طيله ايام الاسبوع تقدروا تزوروه وتشوفوا يعني الحاجه اللي عنده حتى هذو ما حاجه شابه يعني سيدي كاج الانسان اللي يشري اي طائر في المقنين ولا خير ما يديه في صاشيه يديه في عبسه كيما هذه ويقارديها يحب يبيع ولا وشحال دير حبه هكذايا؟ ديمين 10000 فقط يعني 100 دينار وتدي المقرين تاعك ولا الكناري تاعك كما يقولوا اليست تمشي به 100 كيلو ما يصرى له والو ماشي كيما راح ديرو بصاشيه مسكين يتغملك كامل الله يبارك هكذايا قلنا لكم نظره على المحل هذايا اللي فيكم سبيساليتي يخدم بوكو بليس للفاش تاع الطيور الزينه شوفوا خونا جاب لنا هنايا الشونتور دافريك يا اخي الشونتور دافريك كذلك مليح تقدر تخرج به لي ميلي ويخرج لكم دي ميلي قوه الله يبارك شحال دار؟ لا لا اسمع لي هما السعر تاعهم اوضر 350000 هذه هي هكذايا درنا لكم نظره شابه نزيدو نشوفو مع خونا هنايا جاب لنا الكناري هذايا وسرعات السخان على كل حال صافا هذايا في الجاسب الله يبارك وشحال دار خونا هذايا؟ مازال ما سموناش وشحال داير له سومه؟ 3 ونص 350000 سي دوماج كان يدير واحد 700000 دوكا طاح في السومه هكذايا نظره شابه هنايا في سوق بودواو قولكم لا تنساوش الدعم لقناه ناصر تي في هلا في رواحكم سلام وصحة طولكم.